عندي ليك سؤال سريع، هل انا انفع اب؟ لا بجد هو سؤال عشوائي كل حاجه، بس انا عايز بجد رايك من قبل ما نخش في الفيديو. هل شايف ان انا انفع كاب؟ لان فيديو النهارده عباره عن لعبه بناخد بالنا منها من ابن الشيطان تقريبا، فلو في حد شيطون كده ممكن يطلع له ابن، ممكن يكون انا، ما اعرفش اللي بقوله ده. عموما يعني النهارده هنلعب لعبه اسمها بيبي ان يلو. فكره اللعبه فعلا ان احنا بناخد بالنا من طفل لابس اصفر، حرفيا هي دي اللعبه. بس المشكله ان في النص بيحصل حاجات مريبه جدا، يعني انا داخل العب اللعبه دي وانا مش عارف هي عباره عن ايه. انا بس لقيت الفتره الاخيره دي في ناس كتير بتقول لي يا بيست جرب اللعبه دي هي ببلاش وبتاع، فقلت اديها فرصتها. على العموم يعني انا اقدر اقول لكم ان اللعبه دي تستاهل انت تتفرج عليها، فاتفرج على الفيديو للاخر صدقني. ومش عايز طاقه سلبيه في الفيديو النهارده، انا عارف ان انتوا قلقانين اليومين دول، بس ما تقلقوش ان شاء الله كل حاجه تبقى تمام. انا لسه بفكر وكل حاجه، واللي عارف انا بتكلم عن ايه عارف انا بتكلم عن ايه. فلو سمحت اللي تقدر تعمله دلوقتي انك تتفاعل مع الفيديو، لان التفاعل مات في القناه اصلا، فده بيخليني مش مشكله اعمل لايك للفيديو ده واشترك في القناه مش مشترك. وخلينا بقى نخش مع البيبي الاصفر الغريب العجيب. اوكي، بيقول لك الليله الاولى الجليسه، حان وقت النوم، الطفل كان هذا ما تظنين، هو اللي بيقول كده انا ما اعرفش. فبسم الله خلونا نبدا. ايه ده؟ هو ده البيبي؟ بيقول لك الليله الاولى اكل البيبي، جيب الازازه من الثلاجه. ايه ده؟ ده بيبي كيوت يا جماعه. ايه ده؟ انجخه بودي 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 بودي. اقعد يلا خليك هنا ماشي. مش عارف هو باصص لي كده ليه. ما علينا، في حفاظه هنا. ايه ده؟ عادي الحفاظه ما ينفعش. طيب فين المطبخ يلا؟ المطبخ بيكون في نفس الدور الاولاني. المطبخ اهو، عايزين نجيب له ازازه. هي دي التلاجة كلها ما فيهاش غير الازازة دي. ماشي هنجيب له الازازة، نروح نديها له ولا نسخنها له الاول؟ مش عارف، المفروض نسخنها له الاول صح؟ انا بعمل ايه؟ احطها له في الفرن ليه؟ هنديها له لو اشتكى نبقى نسخنها له. امسك يابا. احباب الله، الاطفال احباب الله. ايه اللي اقدر اطلع منك ده؟ يا هو ليه عنده بلاستر على ركبته؟ تعالى يا حبيبي تعالى تعالى تعالى. مش دي اللي بيغيروا عليها العيال؟ لا ارميه في التواليت. ما ينفعش اغيره. فين ده؟ ولا هو ايه؟ مش فاهم اعمل له ايه؟ مكتوب لي اصلا فوق تيك بيبي تو تشينجينج تيبل، يعني انا المفروض اوديه على اوضه الغيار. فين بقى التشينجينج تيبل يا بيبي؟ انا اسف والله اسف، ابوس ايدك سامحني. انت مسامحني؟ انجخه انجخه، انت بص كده ليه طيب؟ الباب ده مقفول، الباب ده مقفول، الباب ده مفتوح. اوكي ده السرير بتاعه. يب بيغيروك فين يا ما ترد عليا؟ ايه ده؟ هاو تو دريم لايك ا كينج فوليوم 1، في كتاب فوق انا ما اعرفش ايه ده. فوليوم 2 اصلا، انا جبت 1 دي منين؟ استنى يا بيبي ابوس ايدك ما تبصيش كده. انا لغايه دلوقتي مش فاهم ايه اللي بيخوف في اللعبه الصراحه. يا بيغ... مش هي دي الترابيزه؟ ايه ده؟ هي دي الترابيزه بجد ولا ايه؟ ايه ده؟ هي الترابيزه بجد؟ بيقولوا لي هات حفاظه، الحفاظه اهي. ايه ده؟ فين البيبي؟ فين؟ ايه ده؟ هو بينادوا البيبي ازاي؟ بودي بودي بودي. تعال انت ايه نظامك؟ استنى خليك كده ها؟ تعالى غير. والله العظيم احباب الله، بص الابتسامه. ماشي حبيبي اعمل بيك ايه بقى؟ خد السرير. اوكي تعالى يا حبيبي. اتخمت. يلا جود نايت. خلصنا. اعمل ايه بقى؟ اطفي الانوار. حاضر. يلا تصبح على خير. اقفل الباب. اقفل الباب وانا جوه ولا وانا بره؟ قفلت وانا جوه عادي ولا ايه؟ ده شكلي لازم اقفله وانا بره. اوكي. باي بيبي. ننزل بقى نتفرج على التلفزيون ولا حاجه. ايه ده مكتوب لي فعلا اتفرج على التلفزيون؟ اوكي. مكتوب لي استنى اهل البيبي يرجعوا واتفرج على التلفزيون. ايه ده؟ ليه الكنبه قريبه من التلفزيون كده؟ نقعد نتفرج عامة؟ ده انا بنام على روحي تقريبا، انا نمت. اتخضيت والله. بيبي! ما تقلقش حبيبي جاي لك. جاي لك؟ جاي لك اه جاي لك. ايه اللي حصل؟ الباب ايه ده؟ هو بفتح الباب وانا بتهيألي. ايه ده؟ هو فين؟ هو فين؟ هو صوته جاي منين؟ ايه ده؟ انت هنا؟ ايه ده انا مش فاهم انت فين ايه ده؟ هو انت هنا من الاول؟ تعالى يا حبيبي. ايه يا جماعه الوش ده؟ والله العظيم ايه ده؟ تعالى يا حبيبي رجعوا السرير تاني. نام يا حبيبي نام نام نام، تصبح على خير. باي. نسيت اطفي النور معلش. سوري 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 سوري. اهو باي باي. ماشي نروح نتفرج على التلفزيون. هو بفتح تاني ولا بيتهيألي؟ هو بفتح تاني. ايه يا حبيبي؟ بنلعب في الاوكرا ليه؟ ده والله اقفل. اوكي اوكي ماشي نروح نتفرج على التلفزيون تاني. هو انا كنت قفلت الباب ولا لا؟ انا والله ما بهزرش مش عارف. اترزع هنا. ماشي بيتفرج على التلفزيون اهو، مش عارف ايه اللي شغال على التي في اصلا. اتخمدنا ايه ده؟ الليله الاولى خلصت. اوكي الليله الثانيه الطفل بيضحك. بص بص مش ده بيضحك قوي. الجليسه، انا قلت لك ما تعملش كده. هو ايه الجمل دي؟ ايه الحاجات دي؟ مش فاهم والله ايه اللي بيحصل بالظبط، بس اوكي. فين البيبي اصلا؟ اوكي اول حاجه ايه ده؟ المفتاح؟ خدت مفتاح. مفتاح ايه ده؟ هو انا مطلوب مني ان انا اجيب الازازه؟ نروح الباب ده. اوكي ايه ده؟ لا مش
هاي ننزل نجيب الازازه من البزازه من الازازه الازاي الازازه الازازه من الثلاجه نجيب الازازه من الثلاجه اهي ده في ايه شغل النور اوكي تمام ادي الازازه للبيبي هو فين البيبي ايه ده انت هنا من الاول نمسك اوكي محتاج يغير تاني تعال حبيبي تعال انت مش مريحني اقسم بالله تعال ترزع قصدي اقعد يا حبيبي اقعد يا بطه اقعد اه ما تعيطش فين الحفاظه هات الحفاظه في ايه ايه ده الحفاظه بتطير ولا انت يا جدعي شايف حد هيفهم الفيديو ولا لا هي الحفاظه طلعت فوق صح ايه ده الباب ده اتفتح اوكي فين الحفاظه ايه ده تاليزمان دي حاجه تاليزمان اندر يوز ان تشايلد كير تاليزمان دي حاجه بتستخدم للسحر الاسود يا جماعه وده كتاب عن استخدامها في تربيه الاطفال هو ده اصلا طفل مش عارف ربايه بجنيه فخلونا نجيب له الحفاظه خلاص بيبي بيبي انا جيت هنا كويس امسك يا غادي زمولا تعال تعال هو دي السرير ايه هو ازاي راح هناك وليه عينه كانت بتنور هي اللعبه دي رعب بجد انا ما اعرفش هو في ناس كتير قالت لي العبها فيستي لو مش بتخاف بس انا مش شايفها حاجه مخيفه لغايه دلوقتي انا ودي السرير عامه هات الباب ده ترزع هنا ماشي اطفي النور واقفل الباب مكتوب لي بص بابتسامه تشيل اوت يعني ارتاح انبسط احنا هنمشي كده اوكي الباب ما فتحش ورايا ماشي وانا احنا نتفرج على تشي في برضه التلفزيون ما فيش عليه اي حاجه انا مكسل صراحه احط في المونتاج افيه ولا ممكن احط لكم افيه دلوقتي اهو خلاص احنا نمنا تاني اهو احنا رايحين على الليله الثالثه الليله الثالثه الجليسه مساء الخير احلام سعيده الطفل انا هوريك احلامي هو ضربي وجعني الباب قبل الصوت ده طيب خلينا نشوف هيحصل ايه هو الطفل بيتكلم انا مش فاهم اوكي مطلوب مني ان انا اتفرج على التلفزيون على طول ايه ده امال فين بيبي ازاي اتفرج على التلفزيون على طول بيبي بدل ما يفتحش اصلا الباب ده ما يفتح الباب ده مقفول دلوقتي بيبي ازيك يا حبيبي عامل ايه انت كويس انت لابس جوانتي ليه طيب هنزل اتفرج على التلفزيون ماشي النور ده اطفي لا شغال 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 لا يكون في خضه ولا حاجه اوكي بسم الله تريزا محتاجين بقى يعملوا جهاز يكتم الاطفال لما تيجي تعيط عشان الواحد ما يتعبش نفسيا جاي يا حبيبي جاي 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 يا حبيبي جاي 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 مالك يا كتكوت مالك بس اهدى اهدى هديت خلاص ادي النور اتلم ننزل ناكل لها سندوتش جبنه ايه ده مكتوب وكلني 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 حاسس ان البيبي جعان سيكه اوكي تعال ناكل مكتوب وكلني ما اعرفش توقعت يكون مكتوب ايه بس وكلني ايه ده ايه يا جماعه ده طيب نجيب له بزازة من التلاجة الجميلة دي تلاجة كبيرة وحلوة اه ايه بقى كده ايه بقى بيبي او او ده باب الشقة هو احنا عايشين في تلاجة ولا ايه وانا اقول الجو برد هنا ليه عشان كده في بيبس جلوبس جاي لك جاي لك ايه ده انت مش زعلان انت متعصب مالك اوكي امسك احباب الله والله يا احباب الله تعال غير لك تعال 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 شوف 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 تريزا هات الحفاظه الله يحرقك بجهاز ايه ده؟ ماله البيبي؟ ايه ده هو بومه ولا ايه؟ في ايه؟ ايه؟ ايه يا حبيبي مالك؟ اه انا المفروض اروح اجيب اوكي المفروض اسكته اوكي اوكي لحظه واحده اروح اجيب له التلزمان اللي فوق ده بتاع الاطفال ده استنى حبيبي استنى 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 مين حبيب بابا؟ اجيغا بوغا 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 كوتشو 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 امسك حبيبي بابا ايه ده؟ اه حبيبي تعالى تعالى تفي الحبيب تعالى حبيبي تعالى تعالى هتنام لنا اهو يا دي النيله ايه شبح فين ديزل ده؟ مالك ايه ده هو داخل ينام لوحده ليه؟ هو طب اقفل عليك الباب ولا هتقفله انت؟ مالك ايه ده؟ احباب الله انت ايه نظامك والله في الحياة؟ ايه ده؟ جود نايت ايه؟ خلاص كده ولا ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ الو؟ دي اللعبة خلصت طب انا عندي فضول سريع معلش هو المفتاح اللي انا فتحت بيه الاوضة اللي في النص كان المفروض اخش الاوضة لان انا عملت ايه فيه وما دخلتهاش تاني امسك يلا تعالى غير لك اوكي المفتاح اهو
خلونا بقى نخش على الاوضه في النص نفهم هي ايه اساسا. افتح الاوضه دي. افتح ايه ده بقى؟ بلاي ريكوردر. A curiosity in July following such a sweet spring it started when I took this job but I was not the first. They are with me. ايه ده؟ Night fell the first day and the hours dragged on. Still we cared for the child. يبا. We spoke of Haster and Casilda in their absence. While outside the fog rolled in as the cloud waves roll and break on the walls. Okay. Oh, the sin of such innocent eyes. Clear as crystal. Understood by the ignorant and wise alike. More precious than jewels. More soothing than music. More awful than death. في ايه يا اسطى؟ Then, as I fell, I knew that the baby in yellow had opened their tattered mantle, and there was only God to cry to now. ايه ده في ايه؟ أنا اللي فهمته من الكلام ده إن هو طفل بريطاني، عشان لازم تتكلم بريتش. هل كده غيرنا مجرى الأحداث ولا إيه؟ أنا مش فاهم. هو البيبي فين؟ إيه ده؟ بتعمل إيه هنا؟ تمني هنا والله. طيب هي الليله الثالثه هتبدا ايه؟ فخلونا نشوف لكم لو في نهايه تانية ولا لا. طيب ادي الليله الثالثه المفروض ان احنا بدأناها اهو، ومطلوب مني ان انا اتفرج على التلفزيون. صحيح، اوكي ماشي. طب لحظه واحده، الثلاجه اخبارها ايه؟ عاديه. انا مش عارف فتحت. هو انا لو حطيت البيبي في الفرن هيحصل ايه؟ انا لو حطيت البيبي في الفرن وقفلت عليها هيحصل ايه؟ نجيب حاجه ناكلها، هيتعصب علينا، نجيب له البزازه. شكلها نفس النهايه يا اخوانا، هو متضايق اهو. وانا ممكن اشيله؟ اهدى، تعالى كده. طب عامل ايه؟ عامل ايه تاني؟ انا حطيته في الفرن، عامل ايه؟ ما تخافش ما تخافش. طب استنى ايه ده؟ البزازة عامل كده ليه؟ البزازة نطت ولا بيتهيألي؟ امسك قش، امسك كله. ماشي. ما ينفعش اولع الفرن ده عليه؟ انا عمال اوقعك اصلا، انت راسك باظت. اوكي هات الحفاظة. لا هو نفس القرف. نرزع البيبي بيها. هو دلوقتي كويس خلاص. هو بيقع من ايدي ليه؟ انا مش فاهم. هو ما ينفعش بجد موته؟ خش يطفي الفرن يا. خش يطفي الفرن يا. موت كده؟ ما ينفعش. ايه ده؟ طب هل هي نفس النهايه يعني؟ هل انت نفس النهايه يا بيبي؟ نفس النهايه، هو نفسه. والله هو فين ديزل نفسه. بس خلاص يا جماعه، مفيش حاجه في اللعبه تاني، مش عارف ايه ده. وبس كده يا جماعه، ده فيديو النهارده، وفعلا مفيش نهايه تانيه ولا حاجه. انا اصلا الحته بتاعت آلة التسجيل اللي انا مترجمها لكم دي انا مش فاهم كان بيتقال فيها ايه، فانا مش فاهم اصلا قصه اللعبه ولا اللي بيحصل بالظبط. بس هو الطفل من الشيطان تقريبا. على العموم لو الفيديو عجبك يا ريت تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو، وشكرا لكم على الدعم الفتره الاخيره، وانا في الفيديو ده انا اشوفكم مره جايه ان شاء الله. بحبكم جدا و تعبت واشتغلت سهرت واجتهدت، ما يبانش في شغلي عارف اني بتعب فيه بجد. دوم وعرق شغلي على قلبي زي العسل، انتوا تخلوا اي شخص ينسى ايه مفهوم الكسل. عشانكم انا مكمل، عشانكم انا مطول، لحد ما تاني درعي يجي لعندي ويفرمل، يعرف مكانه فين وسط مليون بستاوي، بيسمعوا قصه نجاح انا فيها الراوي.